السلام عليكم حبوبات ان شاء الله تكونوا بخير الوغ الفيديو تاع اليوم يا البنات فيديو بزاف بزاف مختلفه خرجت لكم شوية على فيها أفكار بزاف هايلين حنعطيكم طرق جدا اقتصادية نعطيكم يعني لي ديتاي وش لي شريت بقداش أفكار باش تخديرو سهرة رائعة وتاني درت حاجة بزاف تفرحكم يعني ما فرحتش وحدي لقيت مناسبة باش نفرح فرحتكم حتى معايا معايا نتوما بطريقتي نتمنى يا ربي تعجبكم الفيديو فيديو وتهزوا أفكار وتفرحوا معايا ونديكم إن شاء الله يا ربي في جولة جدا جدا ممتعة دونك حتى لقطة ونبدأ لو كالعاده بلا منزيد نقولكم لايك كبيرة من عندكم كما متعودين إذا كانت أول مشاهدة لك بلا من نوصيكم اشتراك في القناة لأنه بإذن الله حتلقاو مواضيع مختلفة ألوغ أول شيء حبيت نشكركم على الرسائل الحب اللي وصلتني لي ما نعدها لي كامل قلقتوا عليا وسقسيتوا عليا على ذهبي وشرالو كامل اول حاجه حنا لكم انه البنات مازال ما بان والو الخاتم راهو في يدي الخاتم بزاف عزيز عليا باسكو حسبوا كي ربع سنين ماشي قليله واللي قالوا لي كيفاش ربع سنين ما باش فوقتي باسكو راهو ما عندوش بزاف من اللي بدا يبيض انا ولا هتلوش ولا ما على باليش والبيوضيه هذه جات في لي بلي اللي من تحت انا كي نحيت وحطيته وحطيت باش لقست لوت خت ولا سايغي مش انا جامت ولا تولهتلوني توجور لابستو لا علينا قلت ما, ما لازم دي وذهب كامل عن سيغي واحد اخر باش نكونفيرمي وحنشرح لكم في فيديو اخر كتبان الحكايه بالتفصيل باذن الله حنفهمكم كلش كلش هنا حنبدا معاكم تحضيرات كيفاش بديت وشريت الحاجه الاولى كيما شفتوها شريت النبايل هذوك غوج شريت لي بوجي هذوك شوف بلا شريت سو فورم دو هاديك هذيك البلاكه دير 25000 هذوك شمع طوال الوحده دير ب ميل هكا باش تديو افكار الناس اللي حابين يشريو اه وش واش ثاني نعت لكم وشريت هذوك اللي شعلو في لي طاخت راحت لي اسمها لا هذيك فن... لي فلون بون اسمهم وهنا وش درت اول حاجه تبداو بها ولا بديت انا بها هي اصلا وجدت سرير علاش باسكو هو ديجا اللي مد الشغم الكبير لا شومبر كي تمجدوه وكي يكون عندكم آه كوفغولي ولا بارور دو ولا حاجه سبيسيال بوغ ايفينمون ولا سواغي سبيسيال هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه البنات آه, اللي آه حنزيد نشاركها معكم هي طريقه التزيين واش استخدمت آه قداش كلفتني وكلش هذا البارور ما جديد يعني ما شريتوش آه, كنت ديجا نعطيه لكم آه, في الانستغرام دونك البنات اللي مش متبعيني انستغرام ما تراطيه وجه ما وش. فيه كلش وكاين بزاف حوايج حتشوفوهم في لا فيديو اللي في الانستغرام شافوهم في اليوميات آه وكاين بزاف حوايج اخرى ما نحطهم هنا دونك لحقونا الانستغرام لانه حتى واحد موجود فيه مفاجاه خاصه اخرى دونك هذه المفاجاه اللي كان فيديو الفيديو تاع اليوم راهي تاع اليوتيوب للناس اللي تبعني في اليوتيوب اللي تحبني طبعا هذه آه المناسبه اللي فرحتني درك لك لكم على واش انا درت هذه الصراحه نحكي لكم كلش لكن كنت فرحانه بزاف ووعدتكم اني نفرحكم كيما آه مالفا نفرحكم قد ما نقدر لكن هذه المره آه درت قصار جهدي باش لكم آه هدايا صح صح تفرحكم ومن مقامكم ودرت الشيء اللي قدرني عليه ربي صدقوني يا البنات ما بخلتكم شوكم تعرفوني نعطيكم ديما نقول انا على قد ما نمد ربي يعطيني وانتم على قد ما تمدوا ربي يعطيكم دونك نفس الشيء شاركوا على قد ما تقدروا في هذه المسابقه وبارطاجيوها مع الناس بك كل اللي تحبوهم اللي حابينهم يربحوا هكا قد ما تمدو نتوما يعطيكم ربي و باريكزومبل كانت عارفه وحده عروسه محتاجه هاد لي برودوي تعيشو مدو لهم يبارتيسيبيو البنات هكا باش يستفاد الناس كل باسكو كاين بزاف الهدايا الله يبارك هاد المره شريت بزاف لي كادو ونوعت لكم من كل شيء شريت لكم شوفوا كل وحده والمجال تاعها شريت لي تليفون اول مره نشريهم شريت لكم زوج هذا واش قدرني يا ربي هذه هي القدره الماليه اللي عندي ان شاء الله يا ربي يعجبكم وان شاء الله يا ربي من نصيب وحده محتاجتهم يكونوا عندكم دو تليفون حيكونوا عندنا هدايا بزاف الهدية الاولى يا البنات كينا عندنا لو تيليفون ا 3 هذا سامسونج عندنا ان ريدمي نوت عندنا هاد هادو لي لاد هادو بزاف بزاف باهيين في لي شومبر ولا في لي كاين دي ليسور يا البنات عندنا وديجا ربحوه معايا بزاف عجبهم آه كاين ثاني مبالغ مبيع عندنا خمس ملاين يا البنات خمسه منكم حين يربحو قالوا هذا تربح مليون هذا داك لو لاد شوفوا شعاته لكم كيفاش يجي دو. بلو فاس ديجا واحد وبكي باهي بزاف لا شومبر دو تاعو يمد جو رومانسيكا كاين عندنا بزاف لي كادو عندنا دي حوايج تاع المطبخ عندنا دي بلاندر عندنا دي باتور عندنا دي ميكسور سييت يا البنات يعني كل وحده الميول تاعها وين كان واللي ما يعجبوهاش الهدايا ولا ماهيش مهتمه بزاف بالهدايا كاين مبالغ الماليه تشري وحدك قادره تفرحي بهم ماماك لي تجيك كادو على يعني نظن تفرحكم الناس الكل والحاجه اللي حبيت اللي حبيتكم يا البنات ديما نهضرها لكم كي تديروا حاجه حطوا النيه بك انوي انك تربحي وجربي هسك كما جربش كينت انتو ريان ان يعني ماكي حتى خسري والو بالعكس راكي قاعده وخليها على الرزق <applause> على ربي والحاجه اللي يربحو فيها اغلب المتتبعات تاعي اللي ديما يقولوا لي كي كونتاكتيوني يقولوا لي ما شاركنا بعده حسابات كيفاش تاع حساب تاعك تاع وقت تاع امك تاع خوك شاركي بارتيسيبي وخليو كي نجيو نديرو هكذا انت تخرجي بقداش نحيتها بحال تكون عندك قداش من فرصه وحيكون بزاف الرابحات باذن الله يعني باذن الله باذن الله حنفرحكم والله راني فرحانه يعني قد ما نحط لكم حاجه تفرحكم وقد ما تفرحي عبد ربي يفرحك يعني هذا واش نقدر نقول لكم آه وقادره تكوني اخر وحده شاركتي اول وحده تربحي يعني مانيش حنحذف التعليقات المتكرره حنخلي لكم الفرصه لانه هذه المسابقه هي اكبر مسابقه درتها في قناتي واكبر قيمه المبالغ الماليه ولا هدايا ولا تاكلش دونك انا متحمسه باش نفرحكم كيما صح البارح خلعتكم معايا وصراحة مي قد ما نلقى اوكازيون باش نفرحكم راني نجي نفرحكم دونك بروفيتيو عندنا البراون هادي بزاف هاي لي عندنا لي بيلاطور تاع الوجه عندنا لي تيليفون عندنا لي عندنا, عندنا, عندنا لي بغوس يعني كاين من كلش هاد المره اللي تراطي ادي اكبر مسابقه في قناتي رايحه تراطي الشروط أه يا ديال البنات تاع المسابقه جدا سهله وما تقدري انت في بلاستيك انت متكيا في بلاصتك وتطبقيهم وحتى حتى تلقاي روحك ربحتي والله اللي ربحوا معايا يعني كامل كانت اول مره في حياتهم يربحوا دونك ما تفشلوش انا متحمسه على ان نشرح لكم نعاود دوك لطريقه المشاركه يا البنات تبعوا معايا هكذا باش ما يروحش جهدكم في الباطل يعني كي تشاركوا ان شاء الله تلقاو النتيجه اول حاجه نديروها هي ان نروحوا للقناه تاعي واش نديروا نديروا ابوني تابوني والقناة تاعي هذه وتروحوا تفعلوا الجرس عندي في القناه تاعي من بعد نطلع لفوق خلاص وين كاين المنتدى كاينه وحده مكتوبه فيها القنوات هادو القنوات يعني للشان نروحوا ليهم نابونيهم نبداو من التحت ونطلعوا للفوق نابونيهم طف 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 دقيقه وانت فرتيها فعلوا عندهم الجرس كامل و تتفرجوا على الاقل دقيقه ولا زوج دقائق من الفيديو الاخير تحطوا لهم تعليق مليح ماشي تقولهم جيناكم عند ميغي قال لا فيديو مليحه وصفه مليحه شكرا وخلاص يا البنات نرجعوا هذا الفيديو هذا الفيديو بعده اللي فيه الليله الرومانسيه هذه دوك عليها وتكتبوا شارك طبقت كل الشروط والبنات لازم الشروط كامل تطبق لانه كن سعودي ما كيش مابون يا شان ولا راهو لوجيسيال اللي يحذفك مباشره يعني ابوني وهم كل من فوق لتحت ما حتى قناه ان الله يا ربي اكبر عدد منكم راح يفرح

شريتهم عند اللي يبيعوا يا البنات الحوايج تاع الكاطو هادو كتلقاو عندهم هاد لي فلوغ ام مخدومين بارتو باش بيهم بهم ورحت هنايا نعد لكم واش لبست لبست حاجه تري سامبل الا كان تبعيني من الاول كنت ديجا نعدتها لكم في الانستغرام هذه آه هادي سي تقدروا تقولوا ان سورت دو روب ماهيش قصيره راهي جايه اون ساتان والتيسو تاعها خفيف بزاف وبزاف باهيه في لبستها مام هادو لي فلوغ جايين فيها اون غوج شوفوا بزاف كلاس كي تلبس وساتان خفيف مشي ماشي ديك الساتان اللي يجي واقف ويلصق فيك كوم سي خفيفه خلاص يعني ومام في لو بري تاعها مش غاليه كي شريتها يعني كنت شاركتها معكم من قبل يعني خيرت لو تام غوج من بعد يا البنات ورحت درت ام حوسه أن كولور اللي <applause> تخرج مع تاع الفيرني هزيت انغوج غوج بعد كي جيت ندير لا كولور جلي شونجي زدت درت ثاني انغوج غوج على فغ فلو روج نعت برك لا تاع هذاك لو روج كيفاش تجي كي نسواتيها يعني الا حبيتهم بعد نعاود نعت لكم هادو لي روج على فغ لي عندي ماشي غاليين والله ما يديباسي واش 30000 ويحكموا روعه ولي كولور يهبلوا يهبلوا لكن تحبوا قولوا لي خلو لي في التعليقات ونعت لكم لو بارفان لي درتو تاني خيرت ان بارفان غوز باش تشوفوا لا كولور تاع جورجو ارماني هذا لو سي سي تان بارفان قوي ماهوش خفيف كومام ومن هنا بديت نشغل نعتني بروحي غير شويه قبل ما نروح لي غاتو هذاك باش يكون ديجا لو فيرني نشوفو كامل باسكو من بعد يجي الوقت هذاك هو دونك نرجعوا يا البنات لعلاوه للمناسبه السهره هذه اول حاجه اللي كانوا متبعيني عم بلي انا هاد المره فت بقداش نضرف شويه مش مليح اول ضرف يا البنات هو اني مرض لبني وهذه سبالي كانت خلاتني حبست لكم الجيف واي آه الحاجه الثانيه آه نعت لكم سا لو بلاطو ومن بعد نقول لكم السبه تاع الصبه تاع ولا المناسبه مش الصبه شوفوا هذا لو بلاطو يا البنات راهو بزاف عجبني وان شاء الله يكون عجبكم امبارح يعجبكم اني نعت لكم هكذا باش تشوفوه جاي اون دوغي مخدوم فيه لي بيغ خدمت عند اون باج في انستغرام دوك نعت لكم هنا آه هادو يديروهم البنات في الخطبات ولا في الحنه ولا في كيما يقصوا لا في العرس ثاني بزاف بزاف روعه وكم شفتوه في في الديكوراسيون كيفاش جاب باهي وزيد ديروا لكم بيرسوناليزي شوفوا تكتب لكم فيه واش حبيتو بالموس بالغراتوار باب كلش بالصح نشوفوا بزاف شيك بزاف حطه وكي تحط يعني بور ديكوراسيون بزاف كلاس ومام بيرسوناليزي هذو الحوايج ما يتسلفوش يعني هدرت لكم من قبل شوفوا كيفاش باهي نحط لكم صفحه تاع حال البنات اللي يحبوا يكومونديو ومع هذا لو بلاطو ميغوار الكبير يعني لا سيري كامله ويديروا التوصيل 48 يا عقبه ما تقولوليش ميغي ما نعديلناش راني يعني نحط لكم كلش الحوايج اللي ملاح ومجربتهم انا اي موضوع كان اني يعني نحطهم مفهوم يعني كي تعود حاجه مليحه راني نحطها اذا كانت حاجه مانيش متاكده منهم كونفيونس ولا ليفغيزون ولا البري ولا الكاليتي مستحيل نحطها ولكن نحطها ما نبعثكمش للصفحه هذيك لاني ما نقدرش نضمن فيها هذه هي شوفوا كيفاش باهين يا البنات من الفوق للتحت مخدوم مرشوم هكا فيه لا بزاف اه حتى ننصحكم بيهم بالبزاف اه ونرجع نعتلكم لكم اه واش حطيت في العتاب الحاجه اللي بقيتو تسقسيو فيها نهار حطيت لكم, وقلت لكم مريضة أشكرك لا فيديو قلت لكم راني مريضه اسكو راكي لا البنات السبب تاع فيديو هو ماشي هذه ماشي هو الحمل لكن انا عيد ميلاد زواجي ما كنت احتفلت به ابدا هذا العام كنت في وضعيه يعني كنت جدا جدا مريضه زاد جاي عيد الحب انا ما من الناس اللي تحتفل به لكن الناس كل داروا على الاقل تحضيرات حاولوا يجتمعوا فيه انا ما درت والو هذاك الوقت كان بني مريض ما درت حتى حاجه محتفلت بوالو ودوركازيت وصلت لو جوغ لي العام اللي فات كنت ديكوفرينا فيه اجمل خبر انه حنوليو بثلاثة انه حيكون حيكون عندنا النوفو بيبي كامل هذا النهار فرحت وحدها وهذا النهار احساس غريب وجميل وشعور مختلط جدا هاد لادات بزاف عزيزة عليا وحنا كنا قررنا كل عام ان شاء الله هذه هاد لاجورني وهاد اليوم هو هاد اليوم اما على المرة هادي ما تدريش ان شاء الله بوء ما لا يا البنات رب يرزق كل كل محتاج وكل ام هاد الاحساس يا رب العالمين أو كنت راح نشارك معاكم وصفة اللي إذا كان الناس كانوا حابين يجيبوا الأولاد يقدروش وكان عندهم مشاكل هي مش وصفة هي طريقة فقط إذا كنتوا حابين راح نحطها لكم في فيديو للناس المهتمة فقط دوك نرجع لي بريباراتيف بون البنات هنا كومونديت اون تارت صغيره كما راكم تشوفوا اون ميني تارت باسكو ما قدرتش نبارطاجي معكم العشاء على خاطر لا فيديو جات بزاف طويله حنخلي العشاء الرومانسي اللي درتو الفيديو اخرى نعته لكم فيها هنا راهي بزاف طويله باش تشوفوا كامل لي ديتاي اه سما ديجا كنا شبعانين على بالي باش حنطيب العشاء سما حبيت اه اون تارت تجي قد هذيك اللي كومونديتها في لو بلاط هذيك الباهيه اللي, اللي نعتها لكم وثاني كاين دي, دي زوتر quand tu chez les hommes, des goûts de différents goûts ou tu as des différents de différentes couleurs. J'ai un vanille, chocolat, donc tu comme là. وش حطيت وزيد كاين دي شوكولا ومام هاد السهره توجو تكون على العشاء سما البنات العبد ما يفسدش نحتفلوا وديما الكادو يقعد يومين ثلاثه يطايش خساره دراهم برك دونك كومونديت اون تارت كيما هادوك اللي نشوفهم باهيين هكذا ميني لاير كيك وثاني على قد الاسيات كيما حبيت باش يجي كلش سيغ موزور وديجا هكذا وما قدرناش ناكلوهم باسكو الانسان ديجا يكون شبعان حتكون سهره يعني سهره جوست انسان باش يسهر ماشي باش ياكل مي كي تعودوا عندكم حاجه خفيفه بور دو برك هادو بزاف كيوت وبزاف باهيين ومام اه شغل اللي يكفيوكم على قدكم على عق على قد افراد تاع الحفله هذه الوغ دونك هنايا كنت عاود زينت لا طابل كانوا عندي هادو, هادو طويل. لي دو بلاطو ميغوار هذا الطويل وهذا الصغير اللي من قبل لكن الكبير كنت كومونديتو كيما كنت نعدت لكم مع الكيسان وهذيك المستحم وبزاف بريزونطابل هاد الشمعات يا البنات تلقاوهم عند اللي يبيعوا الحوايج تاع الكاتو كامل وكنت شريت مقبل آه لي غيرلوند هادو اللي شعلو بالضو كما راكم تشوفوا دايور كنت ركبت واحد وهنا راني يعني حنبدا لصق في الحيط الاخر لا غيرلاند اللي فيها سو فورم دو نيج هادي يعني كنت لصقتها هكذا فوق لا طابل وزدت كنت بديت اول حاجه درتها هي اني نفخت هذوك لي بالون باسكو على بالي راح يعني نولي ننهج وانا نخمم كيفاش نديكوري وين نحط وين ما نحطش ثاني كنت جبت اون بوجي اللي دي شويه طويله حطيتها في هذا لو بوكال حبيت اون بوجي فلو روج والله ما دونك تحطوها تحطوها هكذا باش كي تطفيو الضو تجيبها هي هكا كي تعود لا لوميير شاعله وما تشوفوش فرقها كبير ومن بعد رحت شعلت لي ميني بوجي هادو كوغ صراحه انا هادو لي لي بوجي شوف بلات توجور كنت نشريهم سو فورم غون يعني دا دائريه الشكل جامي شريت هادو لي كوغ مي جربت هاد الكوغ بزاف بزاف باهيين يجيو شوفوا والله العظيم ما تكلفكمش بزاف بيان لازم توجدوا من قبل باش تكونوا تكتبوا كل ورقه وستيلو واش راكم رايحين تشريو كامل من قبل وتوجدوا لها وتجيكم كيما نقولوا باقل التكاليف ليف ودي باهيا كيما راكم شفتو مكانش حوايج بزاف بزاف كانوا كاينين تاني دي ولا اللي شريتهم هنايا درت ان بوتي ميلونج رافايلو سنيكرز مارس أه دوتر مارك مهم خلطت كا كالك موديل وهنا راكم تشوفوا كيما طفيت الضو كيفاش جات جا الجو رائع جدا 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 ان شاء الله تكون عجبتكم عجبتكم, عجبتكم لا طابل قولوا لي واش عجبكم واش هي الحاجه اللي عجبتكم اكثر أه وكنت شعلت لي غيرلوند جات تحفه تحفه على بالكم دوك نتوما راكم تشوفوها مباشره يعني ما شفتوش لا شومبر من قبل ومن ورا ما حطينا مدنا لها التزيين وعدلتها كامل دوكنا نخليكم ساعه تتفرجوا شويه كيفاش جات ومدوا لي رايكم في التعليقات باتي. ان شاء الله يا ربي كامل كامل آه كل وحده متمنية حاجه ربي نولها لها ان شاء الله ربي يحقق لكم كل امانكم وتعيشوا هاد اللحظات مع انسان يكون يقيمك وانسان يعرف قدرك ويعطيك كارك وتعيشي مع هنيه متهنيه هذا هو ل... هذا هو لو برينسيپ يعني صدقوني في ل... في الحياه كامل ماشي غير زواج زواج برك هنا آه حاولت نبدلكم لكم واحد الافكار ثاني كنت نعطي لكم حاجه اخرى يا البنات نعت لكم الهديه اللي لحقتني طبعا اللي كنت صورتها لكم من وراء وغاسيون كامل منور وخلصنا شبابك يعني نقدر لكم الفرق كيما يكون الضو شاعل كي يكون الضو طافي يعني فعلا يعني الضو يلعب ضو كبير يمد هكا جو تاع رومانسيه يمد واحد لو شارم خاصه ضوء الشموع يمد صح شعر يلعب دور كبير مهما يكونوا كاينين ليلاد بصح الشمعه وحدها الضو تاع ربي وحده يعني ماشي كيما ليلاد مالغري يبهيو مش كيما شمع حتى هنا يا البنات كنت حاولت نبدل لكم الجو لانه على بالي البرا اللي فاتت كنت قلقتو كنتو تخلعتوا عليا كنتو عشتو معايا هذيك الخلعه تاع الذهب وكامل لكن البنات والله العظيم جلي بارطاجي دو بون باش تستفادوا باش الانسان يتجنب لاني انا ما كانش لي قالها لي صراحه ما كانش لي قالها لي يعني انا تكلحت وتكلحنا ومولاها ربي ان شاء الله يا ربي تعيشوا اجواء فرحه كي تشوفوا حاجه هكا مليحه فرحوا مع الانسان هذاك عيشوا هذيك اللحظه معه حتى ربي يرزقها لكم ان شاء الله يا ربي العزيز وان شاء الله يا كامل يا البنات توصلوا لهذه اللقطه اللي راكم حابينها والحلم اللي راهو في راسك يتحقق لك حنعت لكم الهديه اللي كانت لحقتني هنايا اونفا آه اللي دارها لي دار لو ماشي كانت لحقتني كانت حاجة أنا خاصتني يعني كنت حابة نشريها وصراحة كنت متوقعة أنه ينسى هذا النهار لكن فاجأني <applause> أنه ما فوالا أه تكون أه تكون يا ربي الفيديو تاع اليوم فادتكم وتكون كنت خفيفة عليكم يا ربي ونكون فدتكم يا لو كان فكرة ولا زوج وتكون عجبتكم خليو رايكم ربي دو محبتكم إن شاء الله كامل يا البنات ويجمعكم في الحلال مع الناس اللي راكم متمنين تكونوا معاهم وبلا ما نوصيكم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو تخليولي لايك مليح وتاني تشاركوا في المسابقه حتى نتوما تاني نفرحكم معايا لانكم تستاهلوا والله العظيم تستاهلوا كل خير كنتوا ديما معايا ديما تسقسيو عليا ديما توقفوا معايا يعني حتى انا حاولت نفرحكم بالشيء اللي قدرني عليه ربي دونك هكذا باش يا البنات بكل بكل تكون عندكم الفرصه دونك بكل روحوا ديروا جمع على فيديو ومباشره انه تشاركوا حتى تكون عندكم الفرصه للربح ان شاء الله يا ربي كل وحده من 8 تربح توصل لها الداله تاعها تربح حتى هنا نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف يا البنات مازالوا فيديوهات جدد سجيتهم لكم على خاطر ما طلبتوهم في التعليقات دونك اللي عندها اي طلب تخليه في التعليقات تهلاو في روحكم ونحبكم بالبزاف والف شكر على حبكم ودعمكم ورسائلكم وتعليقاتكم احبكم في الله وتهلاو في روحكم